بدنا ننقي العدس، كباية ونص عدس بدنا ننقيهم. اوكي، بدي نقي العدس. اكيد لازم يكون العدس ما في شيء. لا حجر ولا وحدة صغيرة ولا شيء. اوكي، العدسات نضاف ما فيهم شيء. هالعدسات هلا بدي احطهم بطنجره، بحطهم بطنجره العدسات، بغسلهم شوي بمي عادي، برجع بدي صفيهم. برجع بدي احط لهم مي شرب. بحط اكثر من غمرتهم شوي لحتى ينسلقوا نص سلقه العدسات، اكثر من غمرتهم شوي. اوكي، هحطهم كمان على النار لينسلق نص سلقه. اوكي، بكون عم حرك بهيدا الوقت البصل. هاي الطبخة ما بينحط لها لا بهار ولا شي، بس ملح، بس رشة ملح، لأنه طعمتها بتكون بالبصل الأحمر المقلي. ده البصل بياخد وقت ليحمر، والعدس كمان نفس الشي.